شيخ الإسلام رحمه الله قد فند مزعم من يقول بأن قصة يوسف هي أعظم قصة في القرآن، وليس كذلك، بل قال رحمه الله إن حبسه حبس مع ترك، دون أن يصحب هذا الحبس بأذية أو عداوة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام حبس في الشعب على ألا تبايع عشيرته ولا تناكح، وهذا أشد، فإن الحبس في الإسلام هو الملازمة والتضييق مع الأذية، فإن السجن لم يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه أبو بكر، إنما اتخذه عمر، إنما الحبس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يلازم الغريم غريمه، ولا شك أن ملازمة الغريم لغريمه فيها أذية أشد مما لو حبس وترك دون أن يصل إليه أذى، ولذا فإن حبس النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب أعظم.